ممكن نروح لزميلنا شريف شعبان مع المدرب المساعد كابتن سامي قمصان وماذا قال عن هذه المباراة. تفضل يا شريف. تحياتي لك يا كابتن اسلام ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ثلاث نقاط غاليه بلغه الكوره ماتش رخم، بس الحمد لله ثلاث نقاط غاليه اعتلي الاهلي صداره الدوري، وباذن الله باذن الله يكون هذه المباراه هي الانطلاقه للنادي الاهلي عشان نحصد الدوري مع المدرب طبعا العام للنادي الاهلي كابتن سامي قمصان. بنقول لك مليون مبروك. مباراه رخمه قوي 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 ويمكن متقفله واجواءها من قبل الماتش معروفه، يعني الماتشات اللي بتبقى دي رخمه، بس ثلاث نقاط غاليين بدعوا النادي الاهلي في المقدمه وبيخلوا الاهلي ياخد خطوه كبيره قوي في الحفاظ على لقب الدوري. الحمد لله زي ما انت قلت ثلاث نقاط مهمين جدا، ومباراه بلغه الكره مباراه رخمه جدا يعني، لكن اللي انت تحقق فيها المكسب وتحقق فيها الاداء دوت، واعتقد ان كل شكر للعيبه كافحت واجتهدت، واعتقد ان احنا كنا يعني المباراه وان سايد جيم. انت بتلعب مع كل احترام طبعا فرقه الحرس، فرقه مميزه جدا وفرقه كابتن طارق من المدربين الكويسين جدا، لكن انت عارف اسلوبهم بيلعبوا على الكره الطويله ويلعبوا على الكره الثانيه. الحمد لله اللي احنا كنا مستحوذين طول المباراه، عندنا فرص اكتر، عندنا استحواذ اكتر، الفوز تاخر شويه، لكن الحمد لله الحلول اللي الراجل اتكلم عليها بين الشوطين، اللي لازم يكون عندنا حلول في التصويب، انك تشتغل على الكره العرضيه خصوصا بعد نزول مروان ووليد سليمان. فاعتقد الحمد لله زي ما انت قلت ثلاث نقاط مهمين جدا تخلينا ان شاء الله المركز الاول، وزي ما تقول انت ان شاء الله انطلاقه لينا، وان شاء الله بسلسله من الانتصارات اللي احنا اللي سبق قبل كده ان شاء الله اللي جاي يبقى افضل باذن الله. الراجل طلب في قبل بدايه المباراه ان يبقى في تريكات تتعمل، يعني الناس تنزل والناس تطلع، يعني مش هقولها يعني، بس ما اتنفذتش. بين الشوطين على طول بدا يغير وبدا يعمل تبديلات قلبت المباراه. بص انت بتلعب خصم يعني، وارد جدا ان انت تكون بتعمل حاجه وبعد كده تلاقيها مقفوله فتغير في حاجه تانية، ممكن اللعيبه يعني ظروف في الماتش نفسها ما تقدرش تستوعب الموضوع دوت، مجريات المباراه نفسها نفس القصه يعني، لكن اعتقد الحمد لله التغييرات جابت نتيجه، شكل الفرقه بقى افضل الحمد لله، الحلول بقى اسرع، اللعب بقى اسرع، فاعتقد الحمد لله. برضو انت بتتكلم في كل ثلاث مباريات، كل ثلاث ايام مباراه دي، ودي حاجه صعبه جدا على اللعيبه اللي انت بتلعب تحت ضغط، مهمه جدا ان انت تكسب، تواصل انتصارات، تحقق المركز الاول، كل الفرق بتقاتل قدامك قدام النادي الاهلي، فاعتقد كل الامور ديت يعني تحسب للعيبه طبعا وللجهاز طبعا، وان شاء الله اللي جاي احسن دايما يعني ان شاء الله، الواحد بيامل كده. مباراه يوم الخميس الاسماعيلي مباراه قويه جدا، ما تستعدوا لها من بكره من غير اجازات. انت عارف ما زي ما قلت لك من شويه ان كل ثلاث ايام يعني ما بتلحقش حتى تعمل استشفاء من اللعيبه، يعني عندك تمرين الصبح عشان تقدر تجهز لمباراه الاسماعيلي، مباراه القمه برضو اللي بالنسبه لنا، لكن ان شاء الله احنا عندنا ثقه كبيره في اللعيبه اللي ان شاء الله لا تواصل وتكافح اكتر، وان شاء الله يكون ان شاء الله الفوز من نصيبنا ان شاء الله باذن الله، يكون الثلاث نقاط دول هم الانطلاقه بتاعه الحفاظ على اللقب باذن الله. هو كل المباريات مهمه يعني، لكن ان شاء الله احنا بناخدها واحده واحده ان شاء الله، المباراه اللي جايه واللي بعدها واللي بعدها ان شاء الله. مبروك. شكرا شكرا كابتن اسلام. ده كان لقائنا مع مدرب طبعا النادي الاهلي الكابتن سامي قمصان. يمكن مباراه بلغه الكوره مباراه رخمه، وانت زي ما قلت كابتن اسلام قبل المباراه ما بتبدا مباراه بلغه الكوره مباراه رخمه، بس الحمد لله يمكن من اصعب ثلاث نقاط للنادي الاهلي. يمكن معلومه كابتن اسلام حدش يعرفها، ان عمرو السوليه محرز الهدف يمكن كان درجه حرارته بالامس يمكن 39، يمكن الراجل تحامل ولعب وما شاء الله النهارده يمكن احرز هدف الفوز، هدف بثلاث نقاط، يعني بقول له الف مليون سلامه وباذن الله يكون القادم افضل للنادي الاهلي باذن الله. مباراه يوم الخميس باذن الله يكون ثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي. خليني اقول لك كابتن اسلام، استاد القاهره زي ما قلت لك من قبل اللقاء ان الاستاد روعه، ملعب كل حاجه، بس في ملحوظه بس عشان الناس بتشتكي كتيره وواجبنا لازم نقول، يمكن بنوار الصحافه والاعلاميين كلهم يمكن ما فيش مكان، ما فيش اي حد يعمل يبيع منتجات خفيفه، مشروبات، ما فيش اي حاجه، فبنناشد طبعا المسؤولين في الاستاد نظره لهذه الجزئيه الهامه جدا، لان طبعا يعني الجو استاد عالمي زي دوت ما ينفعش ما يبقاش فيه كافيتيريا معنا. صح كابتن اسلام، دي كانت لقاءاتنا اول لقاءنا مع كابتن سامي، عوده ليك من جديد. اتفضل. شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان.